محامي بعت لك ايميل، بص عليه وردي ضروري قبل يوم الثلاث. بقول لك ايه، خدي راحتك في البيت، انا مش قاعد هناك، راح اقعد في الفور سيزونز لحد ما الورق يخلص وبعدين هرجع لهم. الورق اللي عايز تقسمني بيه في فلوسي وفلوس ابويا؟ انت عايز تقسمني شركتي، ومفروض ان انا اخد قرار في ده اخر الشهر من غير حتى ما نتناقش. انت مخلي المحامي بتاعك يبعت لي ايميل، انا ما شفتش جبروت كده. في 2003 شركتك كانت بتقع، ولولا ان انا اقنعت ابويا انه ياخد قروض ويقف جنب انكل في ازمته كان زمان في حاجتين ما حصلوش. ما كان زمانك قاعده على المكتب ده وبتتقمري قوي كده، وما كان زمان ابويا دخل السجن بسبب القروض دي وطلع منه بازمه سكر مش عارف يمشي على رجله. على فكره انا ما بلومكيش، انا المفروض الوم نفسي انا. لا انت بتلومني، بتلومني على كل اللي حصل كأني كنت قصده. انا من الاول كان المفروض ابقى عارف كويس قوي ان ياسمين لو عايزه توصل لحاجه هتوصل لها على حساب اي حد. هو انت فاكر ان انا شمتانه فيك وفي اهلك؟ انا كل يوم بحترم انكل وبقدره اكتر، بقدره على اللي عمله معانا. هو كمان بيقدرك قوي، لا وبيقول ان انتي بيزنس وومن شاطره جدا، بس اهو الدنيا لفت، شركتك رجعت في ازمه تاني، وجوز اختك مورطك مشاريع بقى في البحر الاحمر والساحل الشمالي، ده غير شغل زايد والتجمع اللي مخلص. انا بقى ايه، افضل قاعد هنا جنبك بخسر؟ هكرر غلطه ابويا تاني؟ كفايه مره واحده يا ياسمين، خلصي الورق بليز وقبل ميعاد السفر عشان انا لازم ابقى هناك قبل كريسمس بريك. انا واعد رامي ان انا هبقى معاه. هو رامي مش هيرجع مصر في البريك بتاعه؟ انت ما بتردش ليه؟ مش عايز اشوف نفسي كريهة. كل ما ابص المرايه بحس اني عايز اموت. هتستغرب لو قلت لك ان ده دلوقتي كويس، لانك قبل كده ما كنتش قادر تعترف قد ايه انت كاره نفسك، بس دلوقتي انت معترف بده، وده معناه انك قادر تواجه. احنا لازم نعترف بالحاجة الأول عشان نعرف نتعامل معاها. نتعامل معايا ازاي وانا كارهني؟ ده مش كرة، ده ممكن يبقى لوم. انت بتلوم نفسك وبتعاتبها، كنت شايف انك بتتعامل مع الناس بطبيعتك، تديهم اهتمامك، محدش قدر ده، قدرت ظروفهم مشاكلهم، بس محدش كان قادر يهتم بيك أو قادر يقدر ظروفك. حساباتك طلعت غلط. لا غلط. هو أنا بالبلدي كده جدع ولا أنا وسط الناس الغلط؟ جدع؟ أنا عمري ما حسيت إني جدع في حياتي، بالعكس أنا بحس إني ند وجبان، وكنت ضعيف في وقت كان المفروض أبقى فيه راجل وآخد موقف وآخد قرار صح. اعترافك بده في حد ذاته قوة مش ضعف. ناس كتير ما بتقدرش توصل للمرحلة دي، ما بتقدرش تعترف. انت شايف نفسك مين؟ مروان ولا سليمان؟ رامي قرر ان هو عايز يكمل في لندن، هيقعد معايا هناك. يعني ايه يقعد معاك هناك؟ جامعته هناك، اصحابه هناك، اهلي، ايه اللي يخليه يرجع يقعد في بلد ملوش فيها حد؟ امه مش كفاية؟ اهلا وسهلا بيكي، تعالي في اي وقت، البيت مفتوح انت عارفه، تذاكر الطيران عليا. هو انت فاكر ان انا هسيبك تلعب في دماغ الولد لحد ما تاخده مني؟ العب في دماغ الولد؟ ياسمين رامي كبر بقى راجل كبير، بقى انا عندك رقم وكلميه قولي له انا عايزاك تيجي تقعد جنبي. شبيه هيقول لك ايه؟ انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا وانت من الاول عارفين كويس قوي انت اتجوزتيني ليه؟ ديل، ديل عملنا احنا الاتنين واتفقنا عليه. طول عمري كنت بحبك قوي، بس انت كنت بتحبي واحد تاني وسابك ومشي. انا بقى كنت فاهم ان الوقت هيغير اي حاجه. عارفه يا ياسمين، انت كل مره كنت بتناديلي فيها انا كنت بحس ان انت بتلحقي نفسك قبل ما تتلخبطي وتقولي اسمي مش اسمي. فكل مره كنت بقرب منك فيها كنت بشوف هو اللي في خيالك مش انا.
سنين بقى وانا عايش في الاحساس ده، في الجوازه دي، في العيشه دي. لا وما خنتكيش ولا مره، وما حاولتش اصلا، ما فكرتش، مش عشانك بس، عشان رامي اللي انا ربيته من هو في اللفه، لحد ما كبر بقى راجل عارف يقرر قوي ويختار. ذكيه انت قوي، طول عمرك ذكيه قوي في البيزنس، بس في الدنيا غبيه غبيه.